السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذن هذا الدرس إن شاء الله غيكون درس شامل حول الحروف في اللغة الفرنسية، كيفية القراءة، وكذلك الحروف المتحركة، الحروف الساكنة، والحروف اللي كيتغير النطق ديالها عند تركيبها في كلمة. غيكون درس شامل وملخص. كل ما عليك هو تأخذ قلم وورقة وتتابع معايا الفيديو، وكذلك توضع لايك للفيديو باش يطلع الناس اخرين. لانك ملي كتوضع لايك لا فيديو كتخلي هذا الفيديو يشاهدوها الناس اخرين، وحظ موفق للجميع. بالنسبه للحروف في اللغه الفرنسيه كاين 26 حرف، غادي نقراهم: ا ب س د ا اف ج ج اش اي ج ك ل ام ن O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. يعني كاين 26 حرف. بين هاد الحروف كاين 6 أحرف متحركة. دونك كاين 6 ديال الأحرف متحركة. غنحاول نوضع عليهم إطار باللون الأخضر. الحرف A، حرف أ، حرف إي، أ إي أ أو، أوكي، أ. دونك بقي حرف واحد أ إي أ أو أو إيغري. إذن هذو هما الحروف المتحركة، كاينين 6 أحرف أ إي أ أو أو إيغريك، هذو كيتسموا لي فوايل، حروف متحركة. حاول تكتبهم. المتبقي ديال الحروف كيتسمى حروف ساكنة. هذه يمكن كتسمى حروف متحركة حيت كنشكلوا بها الحروف، بحال قلتي الفتحة الضمة الكسرة في اللغة العربية إن صح التعبير. دابا غنشوفوا الحروف اللي كيتغير النطق ديالها ملي كنركبوها في وسط الحروف. عندك الحرف أ ديما كيبقى أ دائما، أغبغ إلى غير ذلك، يعني أي كلمة فيها أ كيتقرأ أ. إذا كان في الأول ديال الكلام كيتقرأ أ، إذا كان في الوسط ديال الكلام كيكون بحال فتحة الحرف اللي قبل منه، بحال مثلا هنا في الأول تقرأ أغبغ، مثلا كلمة شجرة أغبغ. ولكن إذا جا مورا مثلا حرف مثلا هاد ب وجبنا ا قدامه غيتقرا با با، اوكي، ولا مثلا هنا غيتقرا كا، اوكي، ولا هنا غيتقرا فا. الا جبنا الحرف، الا جبنا هذا الحرف ا من ورا هذا. اما الا كان في اول ديال الكلمه راه كيتقرا ا بحال اغبا، الا كان في اول كلمه. الحرف ب دائما كيتقرا ب، سواء كاين كيتقرا ب، سواء في اول كلمه اخر كلمه الى غير ذلك، اوكي، دونك دائما كيتقرا ب. هنا الحرف سي عنده حالتين، يقدر يتقرا ك، يقدر يتقرا س. كيف ذلك؟ الى جا موراه احد هذه الاحرف اي ولا او ولا ايغري كيتقرا س، سي س سي صافي. الباقي ديال الحالات كاملين كيتقراك. الى جا موراه بي كيتقراك، الى جا موراه جي كيتقراك، الى جا مورا او كيتقراك، كيتقرا س في ثلاثه ديال الحالات، الى جا مورا اي ولا او ولا اي بحال السيكل، اوكي، او لا شانس. لا شانس يعني الحظ، هنايا كيسالي بهاد سي او، دونك داكشي علاش كيتقرا لا شانس ماشي لا شونك. علاش؟ حيت جا مورا او. دونك ملي كيجي هاد مورا هاد الحرف اي ولا او ولا اي كيتقرا س، مابقاش كيتقرا ك. ولكن الى جا موراه شي حرف اخر من غير هادو راه كيتقراك، بحال مثلا، بحال مثلا كخايون، كلمه كخايون، دونك كخايون لاحظتيها كخايون هنا تقراك. علاش؟ حيت جا موراه اغ، اغ ماشي ضمن هاد، ماشي ضمن هاد الحروف. قلت لك انا كيتقرا حرف سي غير الى جا موراه اي ولا او ولا اي، با
داكو. دونك هاد الحرف دابا ما بقيتوش تغلطوا فيه. هاد الحرف عرفنا القاعده ديالو. الحرف الدي ديما كيتقرا د دائما، ما فيهش نقاش. الحرف أ هاد الحرف في حالتين حتى هو بحال هاد الحرف سي، في حالتين يقدر يتقرا أ كما هو، يقدر يتقرا اي. كيف ذلك؟ دونك امتى كيتقرا اي؟ الى جا مورا حرفين ساكنين. دونك كتبها يقرا اي اذا كان متبوع بحرفين ساكنين، ولكن ماشي هاد اي، عفوا هاد اي. دونك يقرا اي الى كان متبوع. شنو الفرق ما بين هادي وديك اللي رسمت في الاول؟ ديك اللي رسمت في الاول كتقرا اي اي بحال هي في الاخر، هادي كتقرا اي. دونك كيتقرا بحال اي. امتى؟ الى كان متبوع بحرفين ساكنين، بحال مثلا كلمه اسبوار، الامل اسبوار. لاحظوا هنا ما تقراتش اسبوار، تقرات اسبوار. علاش؟ حيت هاد او متبوعه بحرفين ساكنين اللي هما اس او بي، وهاد او مع اي راه كتقرا وا. دونك اسبوار هادي تقرات اي. اسبوار. دونك شنو قلت لك؟ هاد او ملي كتكون متبوعه بحرفين ساكنين شنو كتقرا؟ كتقرا اي. الا كانت متبوعه بحرف ساكن وحرف متحرك راه غتقرا او، الا كانت متبوعه بحرفين متحركين غتقرا او. الحاله الوحيده اللي كتقرا فيها اي الا كانت متبوعه بحرفين ساكنين. تفهمنا على هادي؟ غنعطيكم مثال اخر على هاد الاو، بحال مثلا الاربعاء باللغه الفرنسيه ميركودي. ميركودي. دونك هنا لاحظوا هاد الاو ما تقراتش ميركودي، تقرات ميركودي. علاش تقرات هادي اي؟ حيت متبوعه بحرفين ساكنين اللي هما اغ و سي. اغ و سي، داكشي علاش تقرات هادي اي. ميركودي هادي تقرات او، ما تقراتش ميركريدي، ما تقراتش هادي اي، هادي تقرات او. علاش تقرات او؟ حيت متبوعه بحرف ساكن وحرف متحرك، يعني اختل هاد الشرط لانه تكون متبوعه بحرفين ساكنين. يعني شنو غتقرا هنا؟ غتقرا او. دونك هنا شنو غتقرا الكلمه؟ ميركودي. هادي غتقرا غير اودي اودي ميركودي. اوكي، واش تفهمنا؟ هادي الاربعاء باللغه العربيه. اوكي سي بون. دونك هاد الحرف حتى هو شفناه، الا اختل الشرط راه كتقرا او. دونك هنا الا اختل الشرط كتقراك، الا اختل الشرط هنا كتقرا او. راه شفنا الحاله. الحرف اف، الحرف اف دائما يقرا اف. اوكي دائما لا نقاش فيه. الحرف جي حتى هو في حالتين، يعني درسنا هذا الحرف ودرسنا هذا، غندرسو دابا جي حيت هما اللي فيهم مشاكل. هذا الحرف جي حتى هو في حالتين، اشنا هما؟ يقدر يتقرا ج، يقدر يتقرا ج. كيف ذلك؟ نشوفوا الحالات اللي قلال. بحال هنا شفنا الحالات اللي قلال شنو هما؟ هي اللي كتقرا فيهم حرف السين، وهنا الحالات اللي قلال هي اللي كتقرا فيهم اي. قلنا هنا كتقرا حرف السين الا كان متبوع باي او اي. هنا كيتقرا اي الا كان متبوع باي ولا الا كان متبوع بحرفين ساكنين. هنايا هنايا كيتقرا يا اما ج يا اما اك، يا اما ج يا اما اك. كيف ذلك؟ كيتقرا، نشوفوا الحاله الثانيه اللي قلال، كيتقرا ج اذا كان متبوع باش، اذا كان متبوع بثلاثه ديال الحروف شنو هما؟ اي ولا او ولا اكغيك. صافي، الى لقيتي هذا الحرف ج متبوع باي ولا او ولا اكغيك راك غتنطقو ج، ما بقيتيش غتنطقو اك. الى لقيتي شي حاجه اخرى من غير هاد الثلاثه اللي عطيتك قراك. يعني دابا الى وصلتي للكلمه كتقرا ما بقيتيش غدور واش غنقرا ج واش غنقراك، غتقرا ج الا كان متبوع بهاد الثلاثه. كان متبوع بحرف اخر من غير هادو، من غير هاد الثلاثه شي وحدين اخرين من هادو، غتقرا ك. ونبينا عليه السلام. اوكي مزيانه، واش مفهومه؟ غنعطيكم مثال، نعطيو ثاني مثال. بحال مثلا الشجاعه هي كوراج، كوراج كو ها. هنا شنو ها الحرف ا بي سي؟ هذا سي. علاش تقراك؟ علاش ما تقراش سي؟ ما تقراش سي علاش؟ حيت متبوع بحرف من غير دوك الحروف اللي عطيتك اللي هما اي او اي غريك.
هاد الحالات اللي كيقرا فيهم السين هنا كتقرا ك، علاش؟ حيت متبوعه ب او او ماشي ضمن هاد الحروف، وهاد او مع او كتقرا او، دونك كو 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 غا اغ مع ا، هادي باينه اغ مع ا، غا كو غا، هادي ج ماشي كو غاك كوراج، علاش؟ حيت هاد الجي متبوع ب او، الجي متبوع ب او، دونك غتقرا ج ماشي ك. انا قلت لك الا كان متبوع ب اي او ايغريك كتقرا ج، دونك هنا كتقرا كوراج. نشوفو مثلا كلمة غارسون يعني الولد، غارسون. لاحظوا هنا ما تقراش جا، تقرا ك، علاش؟ حيت متبوع ب ا، و ا ماشي ضمن هاد الحروف. انا قلت لك الا كان متبوع ب اي ولا او ولا ايغريك كيتقرا ج، هنا راه متبوع ب ا، دونك ا ماشي ديك الحروف اللي عطيتك. مزيان، دونك غيتقرا ك، هنا غتقرا غا، دونك هنا غيتقرا غا، هنا غيتقرا غا، وهذا الحرف اغ، دونك غالا. وهذه كتقرا السين، ديما هاد السي اللي عندها خمسه لتحت راه كتقرا السين، هي بحال هذه ولكن هي عندها خمسه لتحت، كتسمى السي دي باللغه الفرنسيه، هنا ديما كتقرا السين. دونك غاسون هذه كتقرا اون، او مع ان كتقرا اون، هذه او هذه ان، دونك اون. غارسون يعني الولد، غارسون. مزيان، دابا اللي كيهمنا هو انكم تعرفوا هاد الحرف ج امتى كيتقرا ج، امتى كيتقرا ك، دونك كتقرا ج غير في ثلاثه ديال الحالات، الا كان موراه اي ولا او ولا ايغري. انا غنوضع، انا نبين لكم اكثر، انا كتب فوق منها ج في ثلاثه ديال الحالات هادو، وهذا كيتقرا س في ثلاثه ديال الحالات، هما هادو صافي. وهذا كيتقرا اي، هذا كيتقرا اي متى؟ اذا كان متبوع بحرفين ساكنين، دونك دو كونسون، حرفين ساكنين. اذا كان متبوع بحرفين ساكنين يعني الى جاموره حرفين ساكنين كيتقرا بحال اي. مزيان، اذا هنا غنطرقوا لحالات اخرى. اش، هاد اش كتكون اش مي، اغلب الاحيان كتكون اش مي، اش ما كتقراش في اللغه الفرنسيه، بحال كلمه اوم يعني الرجل، اوم. دونك هنا، هنا راه او، عفوا، اوم. دونك هنا ما تقراتش اش، كتقرا غير اوم، ولا مثلا اوطيل، ما كاينه اش في الاول وما كتقراش، دونك اش ما كتقراش، كتولي اوم. سي بون، اش كنقص ديريكت الحرف موالي وكنقرا. اي، اي ما فيهاش نقاش، هذه كما كتشوفها كما كتقرا ديما. جي كذلك كما كتشوفها كما كتقرا ديما. جودي الى غير ذلك ديما كتقرا ج، وهذيك ديما كتقرا ك، ان كذلك ديما كتقرا ل، وهذه ام ديما ام، وهذه ان ديما ان، وهذه او كتقرا ديما او. بي كذلك دائما تنطق بي، كو كذلك. هاد كو فيها، فيها واحد القاعده، بحال مثلا الى درتي هذه، هادك الا كانت متبوعه بهاد او، هاد او راه ما كتقراش، هنا كتقرا كي ديريكت، ك مع اي، كي. هاد او ما كتقراش الا كانت متبوعه بهاديك. ولا مثلا كوا، كوا هاد او مع اي كتقرا وا، دونك كندير ك مع وا، كوا، ما بقيتش كنطق هاد او، كوا. مثلا هنا كتحدث على احمد شخص كتقول كي، ملي كتحدث على مثلا اون فواتور يعني واحد الشيء كتقول كوا. سي بون. بالنسبة لإغ حتى هي فيها حالات، إغ تقدر تقرا خا، تقدر تقرا غا، تقدر تقرا غا، تقدر تقرا خا، دائما تنطق غا. إمتى كتقرا خا؟ إذا كان قبل منها أحد هذه الأحرف، سي تي إف بي، إذا كان قبل منها كتقرا خا. نعطيك مثال ديال كل وحدة، مثلا سي كرايون، دونك هنا لاحظ ماشي كرايون، تقرا كرايون حيت قبل منها هاد الحرف سي، دونك كرايون. مزيان، دونك كرايون. بحال مثلا تي، تي كذلك مثلا تخوا يعني الرقم ثلاثة، تخوا، تخوا كذلك ستنطق خا، لماذا؟ لأن قبل الحرف تي، دونك تخوا، وهاد أو مع إي قلنا لك كتقرا وا، دونك 3 و اس في الاخر ما كيتقراش، دونك 3. الحرف اف مثلا فرونسي، فرونسي
هذه قلت لك ديما كتقرا السين، هذه اللي تحت منها خمسة. دونك فرون فرونسي ا مع اي كتقرا اي، دونك فرونسي الا لقيتي ا مع اي راه كتقرا اي، دونك فرونسي فرونسي هنا حرف اغ قبل منه اف فرونسي. الا جات شي حاجه اخرى كتقرا الغا بحال غرامير. وكاينه بي بحال بري ولا مثلا بروندغ لو فيرب بروندغ، نعطيك افعال احسن مثلا بروندغ. اوكي هاد لو فيرب يعني هاد الفعل بروندغ، هاد هاد تقرا خا اب وهادي خا وهادي اون، ديما هادي كتقرا اون او مع ان كتقرا اون. دونك بروندغ بروندغ هيا اد اغ في الاخر ما كتقراش، ما عمرك تنطق هاد او في الاخر. دونك بروندغ سي بون. هنا شنو عندي ذكرنا الحالات، الباقي ديال الحالات كتقرا غا، الباقي ديال الحالات كتقرا غا، الا ما جاش قبل منها احد الاحرف كتقرا غا. الحرف اس حتى هو في حالتين، يقدر يتقرا اس يقدر يتقرا زد، هذا ديما كنذكرو امتى كيتقرا زد، ملي كيجي بين حرفين متحركين. دونك ها هو اس، دونك ها هو اس جا بين حرفين متحركين كتقرا زد. الحروف المتحركة شنو هما؟ هما هادو اللي يدورت عليهم بالخضر هما اللي شرحت في الاول، بحال مثلا كلمة شوز، شوز هذا سي مع اش كيتقرا شين، سي مع اش كيتقرا شين. دونك شوز هنا تقرا زد، شوز شوز بشرط يكون هاد اس بوحدو ما يكونش مدوبلي، الا كان مدوبلي راه اختار الشرط. بحال مثلا كلمة كلاس، يعني القسم مثلا لا كلاس، هنا راه حطي راه اس جا بين حرفين متحركين ولكن تقرا اس كلاس، علاش؟ حيت مدوبلي مكتوب جوج مرات. اما كون مكتوب كون كان مكتوب مره واحده غنقول كلاس، ولكن هنا راه مدوبلي دونك كلاس. دونك اس ملي كيجي بوحدو بوحدو بين حرفين متحركين كيتقرا الزد، هذه هي الحاله الوحيده اللي كيتقرا فيها اس الزد، اما الباقي ديال الحالات كيتقرا السين. مزيان باش ملي تقرا ما بقيتيش غتفكر واش غنقراه اس ولا غنقراه زد. عندك تي ما فيهاش نقاش، او ما فيهاش نقاش، في ما فيهاش نقاش، دبليو في اكس ايغريك زد، هادو كاملين ما فيهمش نقاش. اذا كخلاصه عامه للدرس كامل، الحروف في اللغه الفرنسيه كاين 26 حرف، من بينهم 6 الاحرف متحركه ا اي او او اي ايغريك. المتبقي ديال الحروف حروف ساكنه، هادو كيتسموا لي فوايل، هادو لي كونسون حروف ساكنه. الحروف اللغه الفرنسيه كامله كما كتشوفها كتنطق، الا هاد الحروف اللي درت عليهم الدور. الحرف سي في حالتين، يا اما كيتقرا سين اولا كيتقرا ك. امتى كيتقرا السين؟ الا كان متبوع باي ولا او ولا ايغريك. الحرف او في حالتين، اما يتقرا اي اما يتقرا او، يعني كما هو او. امتى كيتقرا اي؟ الا كان متبوع بحرفين ساكنين فقط بحال اسبوار اللي وليتكم الامل. جي في حالتين، يقدر يتقرا جي يقدر يتقرا ك. امتى غيتقرا ج؟ الا كان متبوع باي ولا او ولا ايغريك. صافي المتبقي ديال الحالات كامل كيتقرا ك. اش قلنا لك اش صامته ما كتقراش، اي كتبقى كما هي. الى غير ذلك عندك الحرف اغ كيتقرا خا الا كان قبل منه غير احد هذه الاحرف سي تي اف بي، اما الا كان شي حرف اخر كتقرا غا. الا كان الحرف اس بين حرفين متحركين كيتقرا زد بحال كلمه شوز يعني الشيء، دونك كيتقرا زد. علاش؟ حيت جا بين حرفين متحركين، والحروف المتحركه راكم عارفينهم دابا. والمتبقي ديال الحروف كاملين راه ساهل، راه كما كتشوفهم كيتقرا. نتمنى يكون هذا الدرس واضح وحظ موفق للجميع.